السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله كاملين. نتكلموا في واحد النقيطات اللي غيوقعوا في عيد الأضحى، خصوصا في تجديد السحر. كاينين شي ناس ما كيخافوش الله سبحانه وتعالى، وما كيفكروش غادي يتلاقاو مع الله عز وجل، كيبغيو اديك انت ولا انت بالسحر. وهاد المسائل هادي اللي كيبغيو يخدموك باش يتقفوك على الزواج، على العمل، يخلقوا مشاكل. شحال من دار دابا اتصلوا بيا الناس، شحال من دار دابا تخلقت لي المشاكل، ولو عندها مشاكل مني الله اعلم، الضيق في الصدر، الخنقه، بكل شيء بغى يخرج، حتى واحد بغى يجلس في الدار، مشاكل نفسيه، مشاكل عصبيه. الانسان ولا مربي جايب وحده، نسال الله السلامه والعافيه. الله يرحم الوالدين. هذاك العظم ديال الكتف، العظم ديال الكتف مني تحيدو، ما تلوحوش هكاك، تلوحوش هكاك، لا، حاول تقبو، حاول تهرسو، بعد لوحو هذاك الدم اللي هو ديال الاضحيه، حاول تسيق، حاول تنظف، باش ما يجيش شي واحد اخر قلبه مرض ويهز منه ويأذيك انت. المراره من تحيد ما تعلقهاش، حاول تخلص منها لوح باذن الله، باش ربي يبعد منك الشر. ولا حسيتي براسك فيك الضيق، فيك الضيق، هبط للدار، توضى وصلي واحد ركعات، واستمع سورة الصافات. واش ما كنخبرني ان شاء الله، استمع سورة الصافات باش يمشي من داك الشيء اللي هو غادي يركب عليك. لان في هذا فهاد الثلاث ايام هذه ديال عيد الاضحى، هاد الثلاث ايام ديال عيد الاضحى تيكثر فيه بزاف ديال جديد الاسحار، ديال التفريق وديال القلق والفزع. كتحس براسك مرون، كتحس براسك مشكل. الله يجزيكم بخير، عارف شنو كدير. وما اصابك ما كان ليخطئك، وما اخطاك ما كان ليصيبك. هذه عواصيه وصيتك، هذاك العظم حاول تخلص منه، هذيك المراره تخلص منها، هذاك الدم تخلص منه، ورد بالك مزيان. الله يرحم لك الوالدين. حسيتي بواحد الضيق وتخنقتي، ولا هبط كما قلنا للدار، ولا بقى في الدار، توضى وصلي واحد ركعات، واستمع سورة الصافات واحد ساعتين متتالية بإذن الله. وباش ما كان خبرني، والله يشافي الجميع.